لا كرمت كثير بعدة مجالات، بس هذا التكريم لأني أم بعتبره أهم تكريم بحياتي. كثير مهم أنا برأيي إنه الإمرأة يكون عندها شغلة، يعني تكون تشتغل ما تقعد بالبيت، لأنه المرأة عندها القدرة وعندها القوة إنها تغير كثير أشياء بالمجتمع، وهي نص المجتمع أصلاً. ما بهم إذا كان عندها أولاد أو إذا كانت متزوجة أو عندها عائلة، بتقدر تلحق وبتقدر توفق أكيد، يعني بين اثنين أكيد بذكاء، يعني بذكاها. شعور لا يوصف يعني. فأنا وقتها تلقيت الاتصال يعني بهالإيفنت بالذات انبسطت كتير، ويعني على طول هيك كان، يعني كانت انه ردة الفعل بمحبة.